الرئيس في كلمته للشعب الألماني: لولا مواجهة الشعب المصري للفاشية الدينية لكان للمنطقة شأن آخر. واستشهاد شرطيين في هجوم مسلح على كمين شرطة بمنطقة الهرم. مساء الخير، برحب بحضراتكم معنا في الحياة اليوم. يوم مهم النهاردة في حياة الأمر، كلنا تابعنا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى لألمانيا، استقبال رسمي واستقبال شعبي طبعا مهم ولافت للنظر، بالإضافة للقاء الرئيس مع رئيس ألمانيا ولقائه مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، وبعدها المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيها الرئيس كما هي العادة طبعا حديث مرتجل بعيدا عن النص المكتوب اللي تم توزيعه على الصحفيين والإعلاميين اللي كانوا حاضرين المؤتمر النهاردة. في كلمة الرئيس كانت فيها رسائل مهمة موجهة للشعب الألماني أو أوروبا ودول العالم بشكل عام، لأنه كان الرئيس حريص على أنه يشرح اللي حصل في 30 يونيو وفي 3/7، وأن كانت عندنا ثورة شعب ضد الفاشية الدينية. كمان طبعا عارفين الملاحظات أو الانتقادات اللي تم توجيهها بخصوص الحريات وحقوق الإنسان، برضو أحكام الإعدام الأخيرة. فالرئيس وضح وجهة النظر المصرية والقانون المصري والإجراءات اللي بيتم على أساسه الأحكام اللي صدرت مؤخرا. طبعا إحنا هنناقش مع حضراتكم اللي حصل النهاردة في زيارة الرئيس، لكن خلونا الأول نستمع لجزء من المؤتمر الصحفي وكلام الرئيس عن أحكام الإعدام. لولا مصر، لولا مصر، لولا شعب مصر، هذا الشعب اللي خرج بالملايين من أجل مكافحة الفاشية الدينية لكان للمنطقة شأن آخر. احنا ما كناش نقدر نسيب أبدا بلدنا تصل لحرب أهلية وهي عددها 90 مليون وفيها بشر قد اللي موجودين في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال. لو حصل ده كنت هتيجوا تساعدونا وتدونا المساعدات بالطيران، مش هتعرفوا تعملوا لنا حاجه، كنا هنبقى شويه لاجئين. ده ما يحصلش في بلدنا. اول نقطه في حكم الاعدام قرارات احاله المفتي، قرارات احاله المحكمه للمفتي هي قرارات عباره عن استبيان، استطلاع راي المفتي في الاحكام اللي هتصدر، هل تستحق من وجهة النظر الدينية أو الشرعية إنها يتم تنفيذها أو يتم إصدار عقوبة الإعدام عليها أم لا؟ ده موضوع ملوش علاقة خالص بحكم الإعدام، دي نقطة. النقطة الثانية وبرضو أرجو من حضراتكم كلكم تنتبهوا لها هنا في ألمانيا، لأننا يهمنا وموقفكم يهمنا جدا. لازم تكونوا متأكدين إن أحكام الإعدام اللي صدرت أحكام إعدام في غالبيتها أحكام غيابية، أحكام غيابية. هذه الأحكام تسقط بحكم القانون بمجرد مثول المتهم الغائب عن المحاكمة أمام المحكمة، وتبدأ إجراءات تقاضي عادية طبقا لقانون جنائي في مصر معمول طبقا للإجراءات والاعتبارات الدولية، مش خاص بمصر بس. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده من خلال كلمته في المؤتمر الصحفي كان حريص زي ما قلت لحضراتكم ان هو يوضح للعالم ايه اللي حصل بالظبط في 30 يونيو وفي 3/7 وليه الشعب المصري خرج للتغيير. نتابع مع حضراتكم. اسمحوا لي ان انا اوجه التحيه والتقدير لكل المصريين اللي جم من اوروبا بالكامل ومن مصر عشان يبقوا موجودين معنا هنا، عشان يبقى رساله واضحه ان الشعب المصري اراد التغيير في 30/6 وغير من أجل مستقبل أفضل ليه للشباب. في مصر يوم 3/7 صدر بيان لم يمس فيه إنسان مصري واحد، وكانت الفرصة متاحة للجميع بالمشاركة لعملية سياسية جديدة، ما كناش محتاجين أبدا نخش في عمل عنيف ضد بعضنا البعض لمدة سنتين.
أنا بقول الكلام ده لأن يمكن يكون ده مش واضح عند كتير مننا، ف أنا بس بوضحه. دي مسألة أو دي نقطة حبيت أن أنا أتكلم فيها بالبداية معاكم. 51% اللي الرئيس السابق مرسي تحصل عليهم نتيجة انتخابات ديمقراطية حقيقية في مصر، لكن الشعب المصري اللي أعطاه 51% لم يجد وسيلة أخرى طبقا للدستور بعد سنة لنزع هذه الشرايع غير أن الخروج في الشارع. ثم بعد كده الإجراءات التانية، وأنا متفاهم جدا معنى عقوبة الإعدام لدى الشخصية الألمانية ولدى الأوروبيين على كل حال. وعايز أقول لك أن ده الكلام اللي أنا قلته في الأول، دي درجة تقاضي رقم واحد في المحكمة. لسه في إجراءات طويلة جدا جدا هنرى فيها القانون المصري والإجراءات والمحكمة المصرية. ما أقدرش من فضلك أن أنا أقفز على الوقت وعلى الإجراء وأقول أنا ممكن أعمل إيه. خلي كل موضوع أو كل إجراء يبقى في الوقت المناسب والظرف المناسب ليه. زي ما ابتديت مع حضراتكم، اللقاء اللي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بالمستشارة الألمانية هو لقاء مهم، لأن احنا بنتكلم على ألمانيا اللي بتعتبر بمثابة مفتاح لأوروبا، وتوضيح المواقف اللي كانت غامضة بعض الشيء زي ما اتكلم الرئيس النهارده، قال يمكن احنا جايين علشان نوضح حقائق الأمور ونرد على الانتقادات اللي تم توجيهها لمصر. فخلوني الأول أقول لحضراتكم يعني أجزاء مما قالته المستشارة الألمانية علشان نعرف أهمية مصر ودورها المحوري في المنطقة، وإحنا عارفين التحدي الأول طبعا اللي بيواجه دول العالم هو تحدي الإرهاب. فالمستشارة الألمانية من جانبها النهاردة عبرت عن سعادتها بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالت إنها تتمنى مواصلة مصر على طريق الديمقراطية، وأعربت عن استعداد ألمانيا لتقديم الخبرات الألمانية اللازمة لمساعدة مصر. وهنا كان الكلام برضو على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي اللي هنتكلم عنه بعد شوية. لكن فيما يتعلق بالإرهاب، المستشارة الألمانية قالت أنه حصل بقى في نجاح في إقرار الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، لكن قالت برضو أن في تهديدات خطيرة جدا في المنطقة وفي الحدود ما بين مصر وليبيا، وأن ألمانيا مع الاستقرار في ليبيا ومساعدة مصر في التعامل مع الإرهاب بمثابة يعني بما معناه رمانة الميزان. لو مصر قدرنا أن احنا ندعمها في محاربة الإرهاب فبالتالي هيكون في استقرار في المنطقة بشكل عام. كان في أكتر من سؤال في المؤتمر الصحفي ليهم علاقة بكل كل كان متوقع، مسألة أحكام الإعدام اللي صدرت بحق قيادات جماعة الإخوان اتسألت عنها المستشارة الألمانية وبرضو اتسأل عنها الرئيس، لكن قبل ما يتسأل الرئيس عن الكلام ده هو بادر وقال قبل ما تسألوني أنا هوضح لكم إيه هي حقيقة الموقف القانوني بالنسبة لأحكام الإعدام، وإحنا عرضنا على حضراتكم جزء مما قاله الرئيس في الموضوع ده. لكن برضو الرئيس كان حريص على أنه يتكلم على الفاشية الدينية اللي كانت بتواجه مصر، وأنه لولا مصر مواجهتها اللي حصل طبعا في 30 يونيو كان مصير المنطقة شكل آخر أو شيء آخر. وقال أنه الغرب ما كنتوش هتقدروا تعملوا لنا أي حاجة ولا هتساعدونا غير بالطيارات زي اللاجئين. على كل الأحوال الرئيس برضو أكد أنه لقى تفهم كبير من جانب ألمانيا للواقع الموجود في مصر، وأننا حريصين نوضح الحالة الموجودة عندنا، ووجه كلامه للمستشارة الألمانية وقال الرسالة واضحة وهي أن الشعب المصري أراد التغيير من أجل مستقبل أفضل لي والشبابه. خلوني بقى مع حضراتكم لأن الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة هو جانب مهم جدا. كنت بقول لحضراتكم امبارح أنه إحنا بنتكلم على اتفاقات اقتصادية ما بيننا وما بين الجانب الألماني في موضوع الطاقة، ثلاث محطات مع شركة سيمنز، بنتكلم على حوالي 10 مليار دولار قيمة هذه الاستثمارات. هنتكلم عنها حالا، لكن اسمحوا لنا الأول إحنا معانا على التليفون أستاذ محمود مسلم. طيب معانا على الهواء أستاذ محمود مسلم رئيس تحرير المصري اليوم المشارك طبعا في الوفد الإعلامي المصاحب للرئيس. برحب بحضرتك معانا يا أستاذ محمود، مساء الخير. وعايزة أعرف يعني أهلا وسهلا بحضرتك. بنقول في استقبال شعبي واستقبال رسمي، فلو حضرتك كده تلخص لنا اللي حصل النهاردة واللي لمسته على الأرض من تطورات بخصوص هذه الزيارة.
أنا أعتقد النهاردة هناك نجاح لهذه الزيارة في ألمانيا، هناك لقاء تم الصبح بين الرئيس السيسي والرئيس الألماني، عقبه لقاء آخر بين الرئيس السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، وثم لقاء بين الرئيس السيسي ونائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد في وسط رجال أعمال مصريين وألمانيين. أعتقد النهاردة المؤتمر الصحفي اللي تم بين الرئيس السيسي والمستشارة ميركل كان الحدث الأهم اللي قدرنا نعرف منه معلومات كتيرة. تم تسئلة، الرئيس السيسي اتسأل عن أحكام الإعدام وهل يمكن أن يعفو عن الدكتور محمد مرسي، وقال بشكل واضح أنه لا يستطيع أن يقفز على الوقت ليقرر ذلك الآن، كل حاجة طبقا للظروف المناسبة والمناخ المناسب. الأمر الآخر، المسؤول على الإعدام قال إن هي مش نهائية وإن لسه في درجات، وإن الإرسال للمفتي لاستطلاع رأيه وإن هناك لسه درجات تقاضي، وتحدث بشكل واضح عن الديمقراطية وقال إن إحنا كمان عايزين ديمقراطية وعايزين يعني نحترم حقوق الإنسان وإن كان مصر فيها ظروف صعبة. المستشارة ميركل أكدت إن هي إن ألمانيا بترفض عقوبات الإعدام، وأكدت إن أكثر من مرة إن مصر دولة مركزية ودولة محورية، وطبعا قالت إن المصريين خرجوا بالملايين في الشوارع. الرئيس السيسي أيضا تحدث عن إن الفشية الدينية كانت ستؤدي بمصر إلى حرب أهلية، وإن الجيش المصري ليس كما في بعض الدول هو جزء من الشعب وشعب جزء من الجيش، وإن وضعه مختلف وما كانش يعني يقدر يتخاذل في مثل هذه الأمور. كمان الرئيس السيسي وجه الدعوة للمستشارة ميركل لزيارة مصر، وهي قالت إن إحنا يعني محتاجين إلى آلية منتظمة لاستمرار النقاش حول الأوضاع في مصر. امبارح كمان كان عندنا لقاء مهم مع نائبة رئيس البرلمان الألماني، تم اللقاء في مقر الجامعة الألمانية، نظام الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، وكان بحضور عدد من رجال أعمال وحزب المصريين الأحرار، وكلمت أيضا نائبة رئيس البرلمان الألماني عن أن طبعا قالت أنها لست موالية للإخوان، لكن وتؤيد أن يتم التعامل مع العنف بكل قوة بشرط أن لا يتم يعني اتهام أبرياء في هذا الأمر، وأن يتم فتح حوار مع المعارضين. يعني أعتقد أن الأمور في ألمانيا مختلفة، ده طبعا صاحبه مظاهرات مؤيدة للرئيس ومظاهرات رافضة للرئيس السيسي، في كل مكان كان بيروح في الرئيس لكن بشكل عام أستاذ محمود كصحفي ومتابع برضو لتطورات الموقف على الأرض هنا وفي ألمانيا، اللي كان متخوف بخصوص الزيارة ونتائجها، هل من متابعتك ورصدك لردود الأفعال يعني على كل المستويات، هل نقدر نقول إن احنا وفقنا في إيضاح وجهة النظر المصرية من خلال طبعا الانتقادات اللي كانت بتوجه لينا مؤخرا؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن الصبح كان في لقاء، كان في بعض الصحف الألمانية معلقة، فوصفت الوكالة الألمانية أو وكالة الأخبار الألمانية وصفت الرئيس السيسي بالضيف الصعب، وأنا أعتقد إن هو كان وصف دقيق، لأن ألمانيا هي أبعد دولة أوروبية عن ثورة 30 يونيو. إيطاليا يعني بقت يعني مؤيدة للنظام ومستوعبة ما يحدث في مصر، كذلك شفنا فرنسا وطائرات الرافال، شفنا أسبانيا وموقفها، ظلت ألمانيا وهي القوة الأكثر وهي الأكثر قوة في الاتحاد الأوروبي موقفها بعيد. عشان كده النهاردة وصفت الوكالة الألمانية بالرئيس السيسي بالرئيس الصعب أو الضيف الصعب. أعتقد أن بعد اللقاءات اللي أجراها الرئيس النهاردة الأمور يعني تحسنت، ما نقدرش نقول يعني تحسن بالنسبة قد ايه، لكن انا شايف ان من خلال تصريحات المستشارة ميركل ان الامور في تحسن، الالمان بدأوا يستوعبوا، وده ممكن اللي قاله الرئيس السيسي، قال احنا ممكن مقصرين في ان احنا نوصل لكم الواقع في مصر، وقال ان لولا المصريين خرجوا بالملايين لمكافحة الفشية الدينية لكانت للمنطقة شأن اخر. فاعتقد ان وده باين ممكن من عقود اللي تمت النهارده، تم توقيع عدد من العقود طبعا مع سيمنز وغيرها من الشركات، باين في الاقتصاد، وهي حتى المستشاره ميركل نفسها قالت ان احنا سندعم مصر اقتصاديا وسندعم مصر علميا، وده هيتم من خلال اللقاءات التي سيعقدها الرئيس السيسي مع عدد كبير من رجال الاعمال.
طيب اللي كانوا بيقللوا من أهمية هذه الزيارة أو حتى اللي كانوا بينصحوا الرئيس أنه ما يتجهش لألمانيا في ظل اللي احنا بنشرحه والخلفيات اللي كانت موجودة، نشرح إزاي أو نقول إزاي الزيارة دي وتبعاتها وإزاي مش بس بتغير في الموقف الألماني لكن سياسيا واقتصاديا زي ما أشرت؟ يعني أنا برضو بستغرب إن بعض الناس حملوا بعض الأمور أكتر مما تحتمل، والبعض بدأ يعني كعادة البعض إن هم يعني يختزلوا الزيارات في أمور سخيفة ويضعوا الهزل في موضع الجد واللي يتنور وسخرية، يعني في أمور يعني لا تحتمل. هذه الزيارة زيارة مهمة جدا لمصر في هذا التوقيت، ألمانيا دولة مهمة لمصر في هذا التوقيت، كان ضروري إن احنا نوصل وجهة نظرنا. أنا نفسي عندي وجهة نظر إن ألمانيا عندها معلومات كتيرة مغلوطة عن مصر، وأنا جيت ألمانيا بعد 30 يونيو كتير وعارف قد إيه المعلومات المغلوطة وقد إيه عندهم موقف أحيانا كان يكون أكثر تشددا من الأمريكان نفسهم، فكان يجب المواجهة ويجب إن هم يعرفوا. هم أصروا على معلوماتهم المغلوطة، ده أمر يعني يخصهم، لكن احنا كان يجب علينا إن احنا نبادر، وبالتالي الزيارة كانت مهمة. البعض كمان اللي كان يعني بيسخر من وجود مجموعات هنا، لا يعني فعلا لو في مجموعات جت من كل أوروبا، والرئيس حياهم النهاردة في خلال مؤتمر الصحفي لتأييد الرئيس، وأنا لو شايف إن الناس دي لو كانت ما جاتش واللي جم من كل أوروبا واللي جم من ألمانيا عشان يدعموا الرئيس ويدعموا الدولة المصرية قبل الرئيس، إن كان هيقف تنظيم الإخوان النهاردة. تنظيم الإخوان مجمع ناس من تركيا ومن جنسيات أخرى ليهاجموا الرئيس السيسي ويهاجموا الدولة المصرية، فكان أولى بالمصريين هم يبقوا موجودين. البعض اللي اختزلها في مجموعة من الفنانين يعني أنا يعني لا أحب ذلك، لأن هناك أيضا موجود هنا علماء مع الرئيس السيسي، موجود هاني عازر، موجود الدكتور سمك، موجود عدد كبير من العلماء، موجود رجال أعمال، موجود كتاب، موجود إعلاميين، يعني كل فئات الشعب موجودة في الزيارة، فلا يجب أن احنا نختزلها في أمور بسيطة. بالعكس كل الناس المصريين هنا لو حضرتك تشوفي فرحتهم وبهجتهم ان هم بيشوفوا مصريين وبيشوفوا فنانين وبيشوفوا غيرهم، كانت فرحة كبيرة وفرحة عامرة. الناس يدوبك بيعبروا عن حبهم لمصر بمثل هذه اللقاءات. في المقابل النهاردة مثلا في المؤتمر الصحفي الإخوان يعني شابة إخوانية حاولت ان هي تعطل المؤتمر، وده نهج الإخوان اللي هو ما بيقدرش ياخد حاجة بالتفاوض فبيضطر عايز ياخدها بالعافية، عايزة تاخد الكلمة بالعافية، فكانت هي بحكم ان هي يعني تابعة لألمانيا فكان المفروض المساعدة بتاعت المستشارة ميركل هي اللي تديها الكلمة، عندما ما اديتهاش الكلمة بدأت تنفعل وتزعق ويعني وتغلط وكده. وأيضا كان هناك مظاهرة منذ قليل إخوانية في شوارع برلين حاولوا يحتكوا ببعض زملائنا، سمعنا منهم ألفاظ يعني بذيئة طبعا لأنهم يتحدثون العربية والشرطة الألمانية مش عارفين عربي، ودي يعني عادة الإخوان عندما يعني برضو قول لي مدى قوتهم أو عددهم هناك، يعني قدروا يعني حضرتك اديتني شوية حوادث كده متفرقة بصراحة. الصبح طبعا كان أعداد المصريين أمام الرئاسة الألمانية أكبر بكتير من أعداد الإخوان، يعني احنا مثلا كنا بنتكلم عن مئات من المصريين مقابل 20-30 من الإخوان من جنسيات مختلفة، دول اللي بيأيدوا الدولة كلهم مصريين هنا بيأيدوا من جنسيات مختلفة. لما روحنا قدام البرلمان وقدام المستشارية نفس القصة، كانت أعداد كبيرة من المصريين، يمكن يعني أعداد الإخوان كانت أقل، لكن منذ قليل كانت هناك مظاهرة إخوانية في شوارع ألمانيا كبيرة. طيب نوعاً أخيرا خلينا في الجانب الإيجابي أستاذ محمود، إيه اللي هيحصل بكرة إن شاء الله؟ بكرة الرئيس يلتقي برئيس الأغلبية في البرلمان الألماني، وأعتقد أنه يعني عنده لقاءات ثنائية ثم سيغادر إلى المجر، وإن شاء الله نتابع مع حضرتك ونعرف كل التفاصيل. زيارة موفقة وناجحة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذ محمود مسلم رئيس تحرير المصري اليوم من برلين، شكرا لحضرتك. نرجع بقى للهم اللي بنعاني منه، موضوع الإرهاب. النهاردة استشهد شرطيين نتيجة لإطلاق النار من قبل مجهولين على سيارة شرطة مكلفة بتأمين المنطقة الأثرية في منطقة الهرم. التحريات الأولية لمباحث الجيزة بتقول إن ملثمين كانوا راكبين دراجة بخارية أطلقوا النار على رجال الشرطة بعد تبادل إطلاق النار مع هذه العناصر الإرهابية. أسفر ده عن استشهاد ضابط وإصابة آخر في نفس الواقعة، تم نقله لمستشفى العجوزة لتلقي العلاج، لكن
ولكن يعني توفاه الله هناك في المستشفى. وقامت الأجهزة الأمنية بنشر الأكمنة لملاحقة هذه العناصر بعد هروبهم من موقع الحادث. فاصل ونرجع نتابع. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. بيشرفنا النهاردة بالحضور في الحياة اليوم أستاذ أشرف زكي الفنان طبعا والمرشح لنقابة المهن التمثيلية. والحديث معاه مهم في هذا التوقيت، وإحنا بنتكلم مش بس بنتكلم سياسة، لكن عامل مهم جدا في الوضع اللي يعني في البلد حاليا، وحتى اللي بيحصل في ألمانيا، القوة الناعمة لمصر، الفن والفنانين ودورهم ومشاكل النقابة، واللي إيه هيكون أستاذ أشرف زكي يعني يحمله من أفكار أو يعني شغل جديد ممكن يحصل في النقابة، خاصة إن في كلام كتير أثير بوجود خلافات داخل النقابة وما بين الفنانين نفسهم. أستاذ أشرف مساء الخير، برحب بحضرتك معانا. مساء النور وأهلا وسهلا. قبل ما أدخل على الانتخابات، أكيد طبعا لازم أسألك كمواطن مصري بالأساس عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والفنانين اللي موجودين معاه ضمن وفد شعبي، والكلام الكتير بقى اللي اتقال، إيه اللي ودى الفنانين ويعني ده مش دورهم والحاجات دي كلها، أنت شايف الوضع إزاي؟ والله يعني الفنانين يعني فئة من فئات المجتمع، يعني اشمعنى احنا دايما نقول إيه اللي ودى الفنانين؟ عشان المشاهير يعني؟ طب ما هو الوفد فيه ناس كتير، هم رايحين كمصريين بيمثلوا فئة مهمة من فئات هذا المجتمع، يدعموا ويسندوا ويعبروا ويقولوا رأيهم، وده أنا شايف إن ده دور مهم جدا يعني. طب هو ده بيحصل يعني بشكل فردي كل فنان ورؤيته، ولا بيحصل بتنظيم بإعداد؟ يعني النقابة بيبقى ليها دور ولا ده بيتم إزاي؟ والله السفرية دي أعتقد إنها كانت بمجهودات فردية جدا، يعني بعض الفنانين تطوعوا أو يعني كانوا قاعدين مع بعض اتفقوا ويروحوا يسندوا. طبعا هم مش رايحين بشكل رسمي يعني، هم رايحين كده بشكل يعني من تلقاء نفسهم يدعموا الزيارة حسب ما أنا عرفت يعني. لكن قبل كده بتبقى طبعا المظلة الرئيسية النقابة أو أي جهة مسؤولة تبع وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام بتنظم حاجات زي كده. لكن يعني الانطلاقة التلقائية دي، المبادرة التلقائية دي بتبقى مهمة جدا، أن أنا دي رغبة مني أن أنا أساند رئيس جمهوريتي في ظرف متوتر يعني. قلت لي قبل كده تبقى النقابة، لكن دلوقتي بشكل فردي، يعني أفهم من كده مش عارفة يبقى وجهة نظرك إيه، حداك يبقى المسألة منظمة ويتم الإعداد ليها كويس قوي، مين اللي رايح، يعني يبقى المسألة مدروسة ولا كل واحد وهواه؟ لا أنا مع أنها تبقى مدروسة. يعني لو طلبوا فنانين يعلنوا مثلا خلال النقابة كجهة شرعية والفنانين اللي حابين، لأن دول بيطلعوا تقريبا على حسابهم يعني بيتحملوا تكاليف السفر والإقامة وكده، اللي حابب إنه يشارك يتفضل، لأن ده دور كل مصري إن إحنا نساهم في أي حاجة تخص بلدنا. القوة الناعمة لمصر. طبعا القوة الناعمة لمصر. وضعها إيه؟ لا زي الفل. الآن ليه؟ لا إحنا تمام يعني. الحمد لله. تمام. لا الأسرة الفنية بخير. يعني مصر عظيمة وعظيمة بفنها. ويمكن انا بتشوفي وانت ماشيه دلوقتي في الشوارع اعلانات المسلسلات بتاعت رمضان بدات تنزل. ويعني عرس درامي فني بيشارك فيه الفنانين وبيشارك فيه كل الاسر الفنيه، مخرجين، مهندسين، مونتير، كله الى يعني أكثر. الصناعه بخير طبعا، بخير والمؤشرات بتقول ان اللي جاي احسن بكتير. طيب ادخل بقى لفكره الترشح. اتفضلي. حضرتك اول ما شرفتنا وكده ومسلم، قلت لك معقوله يعني الواحد بيقول شغل النقابه والمشاكل، الواحد ما بيصدق ان هو ياخد راحه وهدنه شويه، لكن قلت لي انا من سنه 90 وانا في العمل النقابي، فمش قادر تبطل الحكايه دي ولا ايه؟ طب انا رديت قلت لك ايه؟ تقدري تبطلي اعلام؟ اقول حضرتك على حاجه يعني. ان الله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، يعني بدا ربنا ان انا اكون من هؤلاء العباد. الخدمه العامه دي مساله ممتعه جدا وشرف لاي حد ان يكون في خدمه زملاء وخاصه الفنانين اللي بيسعدوا الناس، بيشكلوا وجدان الناس. انا من وانا طالب في اكاديميه الفنون حتى في الجامعه كنت في اتحاد طلاب، كنت رئيس اتحاد طلبه، ولما اتخرجت رشحت نفسي في النقابه ما كانش حد عارفني خالص، كنت يعني وجم زمايلي الحقيقه الدفعه بتاعتي الجيل بتاعي وقفوا معايا وسندوني ونجحت دخلت النقابه. ما طلعتش في القايمة في ترتيب متقدم يعني، ما يعني كويس نجحت. وكان معايا فطاحل يعني كويس.
انا فاكر شريف منير وطارق دسوقي قعدوا معايا قالوا لي ورينا بس مين الاسماء المرشحه زمان واحنا طلبه كنا لسه متخرجين. فشافوا كده قالوا لي لا 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 يعني قلت لهم هتسندوني قالوا هنسندك. المهم الحمد لله وما جبتش ترتيب متقدم بس نجحت. سالت اللي كان طالع الاول قلت لهم طلعت الاول ازاي؟ قال لي ببذل مجهود ما بتاخرش. اداني روشتة بذلت مجهود خرافي طلعت الخامس بعد كده من 12 اللي بعد كده طلعت الاول الحمد لله. خدت عهد بيني وبين نفسي وقدام ربنا ان مفيش حد يطلب مني حاجه واتاخر ما اقولش لا لا مش في القاموس عندي. على قد ما ربنا بيقدرني. وبعدين خلي بالك من حاجه انا مش بعمل حاجه ده ربنا اللي بيأثر. يعني حد بيقصدك في حاجه حد بيطلب منك حاجه مساله جميله قوي انك تحسي بالامان امام شخص. يعني الناس تتعامل معايا لاني كنت سند او كنت امان او كنت ظهر. يعني انا فاكر ممثله عظيمه يعني مش هذكر لك اسمها قالت لي انت لما مشيت حسيت ان ظهري اتكسر يعني كنت سند لينا. علاقتي بيهم علاقه عظيمه دي اسرتي الحقيقيه. انا من 90 يعني ربع قرن تقريبا وانا عايش معهم كل حاجه الحلوه والمره والسراء والضراء. انا احكي لك حكايه لو مش مطول. مره زميل ليا بيكلم يعني احد الفنانين الكبار يعني بيقول له انت هتنتخب مين وبتاع قال له ليه انت بتدعم مين قال له بدعم اشرف زكي وبتاع قال له طيب انا عايزك تساله قول له ان انا كنت عنده بعمل ايه. هو مش هيقول لك بس انا هقول لك. قال له انا رحت له سبت له ظرف الظرف ده فيه ورقه الورقه دي فيها وصيتي. قال له عرفت اشرف زكي بالنسبه لنا ايه. فانا يعني لكن ما بقاش في مكسب شخصي من ورا الحكايه. ان انت مستضيفاني ده مكسب عظيم. النقابه انا مدين للنقابه بكل حاجه. النقابه اللي عرفت الناس بيا النقابه اللي عملت حاجه اسمها اشرف زكي. يعني 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 مش استفاده خاصه يعني مش مكسب او منفعه شخصيه قد ما انا يعني انا خدت الناس عرفتني والدنيا كلها عرفتني وترشحت في مناصب مهمه لان اسمي لمع من النقابه. اللي انا اديته الاداء اللي انا اديته في النقابه هو ده اللي حصدته في حاجات كتير. لكن ده ما بياخدش مثلا من دورك الاساسي كفنان انك تهتم بشغلك بشغل حضرتك في المقام الاول يعني قبل العمل النقابي. هقول لك على حاجه. بصي انا مستمتع يعني انا الخدمه العامه بستمتع فيها وبحاول اعمل توازن. انا لما نزلت اخر دوره كنت نقيب فيها اللي هي 2005 2006 دي انا خدت قرار قلت لو ربنا اراد ونجحت بقيت نقيب اللي كان فيها الاستاذ العظيم الفنان يوسف شعبان انا مش هشتغل لمده سنه. وقعدت سنتين ونص تقريبا ما بشتغلش لان كنت منوط بترتيب البيت وكنت داخل فيه يعني اعاده صياغه علاقات مع جهات الانتاج مع الشركات مع حاجات كتير قوي مع قوانين مع فكنت لازم اركز واتفرغ وكمان مش عايز ابقى انا داخل في خصومه وانا برضو بشغال مع ناس يعني مبقاش مع جهه انتاج شغال معاها وانا بيني وبينها صدام. صحيح. وخاصه ان كان عندي صدامات كتير. انت فاكره مثلا لما خدت قرار الفنانين العرب يعني مثلا قلب الدنيا ما عادش. انا عايز ابقى اقول لك على مبادره مهمه جدا بفكر فيها ان شاء الله حتى بعيدا عن النقابه بس هي مبادره مهمه جدا. انا بقول ان مصر محتاجانا وكلنا بنحب مصر ومحدش يزاد على حبنا لمصر. كل واحد يحب بطريقته. أنا بقول لو عملنا سنة السنة الجاية دي إن شاء الله الأعمال الفنية اللي جاية نعملها السنة دي بالمبادرة بتاعتي كلنا الأسرة الفنية لتعظيم دور مصر. دور مصر على مستوى ال- 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 الطبيعة الجميلة اللي ربنا ادهالنا والعلاقات الإنسانية الرائعة اللي احنا بنتمتع بيها. بمعنى إن أفلام ومسلسلات تفرغت لتشويه أو إظهار الجوانب السلبية عشوائيات قتل ذبح فسق المحارم حاجات كلها بتنقل صورة للأسف يعني مش مختلفين ان ده موجود بس ده موجود وده موجود. يعني انا لما اجي اتكلم في جوانب ايجابية في مصر في جوانب سلبية. ليه انا مصر ان انا اركز على الجوانب السلبية؟ تركيا بمسلسلاتها قدرت تروج للسياحة تبعت رسالة. احنا لو عملنا سنة اتفقنا كده كلنا الأسرة الفنية كلها من اصغر عامل لاكبر نجم ان السنة الجاية دي يا جماعة رسالة حب لمصر نعمل أعمال ما بنقولش فيها مباشرة ولكن يعني أنا مثلا بعمل تليفون إيه المانع أن أنا أمشي على كوبري ستانلي اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط فيهاش استوديو فيهاش بلاتو فيهاش لوكيشن للتصوير في حين بنسافر لبنان ونسافر المغرب ونسافر وإحنا بلدنا مليئة بالخيرات. أنا بقول تعالوا سنة نحط إيدينا في إيد بعض نقدم أعمال تظهر الجوانب الإيجابية في مصر تبعت رسالة أمن وطمأنينة للعالم كله
والعلاقات الإنسانية اللي احنا بنمتاز بيها. فين الشهد والدموع؟ فين الليالي الحلمية؟ فين بابا عبده؟ فين 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 العديد من الأعمال اللي شكلت وجدان العالم العربي كله؟ احنا النهاردة للأسف تحت باب الواقعية وتفرغنا لإظهار الجوانب السيئة، ومصر أكيد صعبان علينا شوية. وتحت عنوان حرية الإبداع بنشوف انتهاكات وحاجات سلبية وحاجات يعني المواطن العادي بقى بيستاء لما بيتفرج عليها، مش بتكلم بس في السينما لكن في الشاشة الصغيرة في التلفزيون داخل كل بيت. فهنا أنا أخلي الموضوع إلزام أدبي ولا لازم النقابة يكون ليها دور؟ فيعني أدخل برضو ببرنامج حضرتك، إيه اللي بتحمله من أفكار بالخصوص ده؟ والله أنا برنامجي طبعا متشعب حسب شعب النقابة وحسب الفكر بتاع النقابة، لأن خلي بالك النقابة برضو أولا وأخيرا هي النقابة خدمية برضو، يعني 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 في معاش وعلاج ولكن الحفاظ على المهنة هو الأساس في الحكاية. احنا النهاردة ما نيجي باختصار ماذا يعاني أعضاء النقابة؟ بيعانوا من قلة فرص العمل، من أن السوق بقى مستباح، بقى مهنة من لا مهنة له. الشباب والخريجين الجدد كلهم ما بيقدروش ياخدوا مساحة في الظهور أو ترويج أنفسهم، لأن ظهر الدكاكين صغيرة كده تحت ورش ومدارس واللي والشباب دول ما بيعرفوش يعملوا حاجة لأنهم يمثلوا. شبابنا دخلوا المعاهد أو دخلوا الكليات المتخصصة لأنهم حابين وادوا وقت وادوا عمر. فالنهاردة آليات تسويقهم مش موجودة، القوانين بتسبح من الجهات الإنتاج. لذلك أنا ناوي إن شاء الله لو ربنا أراد ووفقت هنعمل جلسة كده مع جهات الإنتاج كلها، هنتفق على ميثاق شرف، ميثاق شرف على مستوى الأعمال والقيمة، ميثاق شرف على مستوى التجريل، ميثاق شرف على مستوى كرامة الفنان. ما تجيبش فنان كبير وتهينه وتكتب اسمه بطريقة عشان بنت مش عارف جايلك بواسطة ولا مش عارف ايه. على مستوى الأجور، على مستوى آليات التشغيل، على مستوى ان انت من حقك تجيب وجوه جديدة مش أعضاء في النقابة ولكن ليك حصة لا تتجاوز هذه الحصة، وتاخد حصتك والباقي كله من أعضاء النقابة. ولازم اللي يمثل يكون عضو في النقابة، لازم يمثل يكون عضو في النقابة أو مصرح له، واللي بيمثل من غير لازم ياخد تصريح. ايوه بس الواقع بيبقى ايه؟ الواقع ان السوق مستباح. فأنا بتكلم بالعقل، إحنا مش في خصومة مع جهات الإنتاج، إحنا الاثنين عايزين بعض، بس إحنا هنقعد في كده قاعدة هادئة نشرب فنجان شاي ونحدد ميثاق شرف ونتفق. أنا طلباتي منك كذا 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 وأنت طلباتك كذا كذا كذا. ساعات العمل مش معقولة الممثل، تخيلي إن أنت تقعدي تشتغلي 18 ساعة، كان بيجوا عليك وقت أيام الانتخابات وتقعدوا ده يوم، لكن أنا عشان أعمل مسلسل كما لو كان رمضان جه فجأة نقعد نشتغل 20 ساعة وبعدين يقول لك فنان مات. طب ما بيموت ليه؟ النهاردة التأمين على الفنانين، لو فنان أصيب داخل العمل، أنا بتكلم أثناء المسلسل، فنان يعني في مسلسل ما عامل وقع من فوق الكرين مات. النهاردة أنا بقى أطالب جهات الإنتاج بعمل تأمين الثلاث شهور أو الأربع شهور بتوع المسلسل على حياة وصحة الممثل دوت، كي لا يصاب أو يحصل له حاجة ويترمي كده ونقعد نلم من بعض، كفانا إهانات. فده على مستوى التقن، يعني انا بتكلم على التشغيل. هخش لك على شعب اخرى، يعني من بعض الشعب ما تحبي توقفين واقفين. لا لا اتفضل. يعني مثلا عندي مثلا شعبه زي الفنون الشعبيه والباليه، تخيلي احنا فرقه زي فرقه رضا، فرقه قوميه، دول سفراء والسفير ده معاه حصانه، بس احنا حصانتنا من الناس، حصانتنا من الشعب. الفرقه دي النهارده الاهتمام بيها ضعيف. ما بتكلمش على وزاره الثقافه، أنا أحلامي أبعد من وزارة الثقافة. دول سفراء وسفراء بجد، السفير بيروح يقابل سفير، إنما دول بيقابلوا شعب، دول بيقابلوا شعوب. هل مرة رئيس الوزراء فكر يروح يشوف فرقة رضا أخبارها إيه؟ بقت عاملة إزاي؟ شكلها إيه؟ هي مش دي سفيرة معالي رئيس الوزراء، هي مش دي سفير. طب ما نشوف البنات دول محتاجين رعاية والشباب محتاجين رعاية، محتاجين يلبسوا إزاي؟ جسمهم يبقى إزاي؟ خبير في التغذية، مكان محترم يقعدوا فيه، مش مكان متهالك. انا بقول لك ان دي فرق بتمثلنا في ابعد الاماكن. انا سافرت بتقول كده، يقول لك يعني ورئيس الوزراء واحنا يعني دي كماليات لا دي مش كماليات، ده سفير. انا بكلمك عن سفير. انا بكلمك عن سفراء. انا سافرت مره ما كنت ماسك البيت الفني مع مسرح العرايس. مسرح العرايس كان بيعرض الليله الكبيره. واعتقد انك يعني طبعًا. اما سمعتي اسم الليله الكبيره كده يعني بيبتسم. سافرنا فين؟ عايز اقول لك جنة الجاليه العربيه جت لنا ورا في الكواليس، وهم عارفين اسماء العرايس، عارفه ايوه طبعا وبيتصوروا مع العروسه.
عارفه في فنان كم فنان على راس في مصر؟ لا يتعدى 40-50 فنان. عارفه ليه؟ لانهم بياخدوا فتات الفلوس، ما بياخدوش حاجه. الناس دي في بدل ندره، انا بدل ما ابقى مسرح القاهره العرايس المسرح الوحيد على مستوى الشرق الاوسط. وقفنا عند الليله الكبيره، ما عملناش حاجه بعدها. وقفنا عند الليله الكبيره. النهارده ما ينفعش يطبق عليهم اليات التعيين بتاعت البكالوريوس تجاره ولسانس حقوق. لان انا عندي 40 فنان عرايس، عايزين مسرح العرايس هندسر، عايزينه يختفي يختفي. انما ما ينفعش انك تعامله ان انا عايز فنانين في العرايس. طيب. او في السيرك القومي. السيرك القومي عايز لا السيرك كمان عنده مشاكل كتيره قوي، يمكن احنا اتكلمنا عنها قبل كده، لكن كل حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي او بتحلم ان انت تحققه، هل انت طالب ميزانيه من الدوله ولا النقابه هي مغطيه نفسها؟ لا انا طالب، مش طالب ميزانيه ولا طالب النقابه، انا طالب ان الدوله تبص بصه ثانيه. احنا كنقابه نسعى لدى الدوله مش لدى وزاره الثقافه. الموضوع بيقول لك ما احنا عديناهم، لا في اعاده صياغه. انا قلت لحضرتك استخدمت لفظ سفير، دول سفراء بجد. انا بقول لحضرتك انا لما سافرت مع الليله الكبيره والولاد قاعدين معايا في الطياره، ولاد تشوفيهم ولاد يعني شباب تمام كده، فجاه العالم دي بتطلع تبهر الدنيا وبيلعب 40 راقص عرايس في مصر. هل بطبق في قوانين التعيين عليهم اللي بيتطبق على خريج التجاره وخريج الزراعه وخريج العلوم؟ طب كليه التجاره، وانا على فكره خريج تجاره، انا كان دفعتي مش عارف 20,000 ولا 40,000، انما احنا عندنا كام واحد؟ انا عملت زمان وانا في البيت الفني مدرسه العرايس 34 واحد عايشين عليهم لغايه دلوقتي. المهنه دي بتنقرض، المهنه دي هتضيع. الاهتمام بالناس دي، الناس دي ما ينفعش تاخد اجور بسيطه. لاعب السيرك، هذا اللاعب اللي هو بيعمله ما حدش عارف يعمله. هذا الشاب البسيط او الفتاه اللي بتدرب اسود ولا بتلعب اكروبات ولا النهارده السيرك القومي اهتمام الدوله. انا ما بتكلمش ميزانيه وزاره الثقافه، انا بتكلم اعاده نظره من الدوله، نظره لناس سفراء بجد. الناس دي وبتدخل دخل قومي. السيرك القومي ده بيجيب في اليوم 50,000 جنيه في اليوم، 50,000 جنيه. دي مشاريع مهمه جدا. النهارده كل المدارس بتروح السيرك، بتروح مسرح العرايس، بتروح الباليه، بتروح الاوبرا. الطفل الصغير اللي انا مهتم بيه بربيه بوريله حاجات فاسده، بوريله لبس متهرق خلاص متاكل، بوريله الراجل اللي شغال من غير نفس، لانه ما بياخدش مرتب يتفق مع المخاطره اللي بيعملها. لازم يبقى في حاجه اسمها تامين على مخاطر المهنه لعيب السيرك، الكلام ده مش موجود، لازم الدوله تعمله. احنا كنقابه نسعى لدى الدوله، ما بقولش احنا هنعمله. ملفات كتير قوي لازم تتفتح. طيب الملفات دي ارجع للبيت من الداخل. أيوة. النقابه نفسها، حضرتك اول ما قلت انك هترشح نفسك للانتخابات قلت انت بعدت عن العمل النقابي لكن قلبك وفكرك يعني جوه النقابه، وقلت ان الوقت دلوقتي بفيما معناه انه نعلو فوق اي خلافات داخل طبعًا. النقابه طبعًا. ايه بقى هي الخلافات اللي جوه عندكم؟ اي خلافات زي اي جهه فيها خلافات. احنا بلا شك الاربع سنين اللي فاتوا يعني مصر شهدت انقسامات وشهدت يعني ما هو الاعلام كل يوم شغال على كده. احنا كاسره فنيه، احنا بصي الممثلين او الفنانين هم الفئه الوحيده اللي بيتقابلوا مع بعض. المحامي بيقابل زميله قدام القاضي خصوم، الدكتور بيقابل زميله في المستشفى في الطرقه كده مساء الخير مساء النور. يعني انا راجل استاذ في اكاديميه الفنون بقابل زمايلي، ها وانا في محاضره وده داخل محاضره ونصبح على بعض. لكن خش اي استوديو هتلاقي 50 ممثل، خش اي مسرح هتلاقي 50 ممثل. طيب فالنهارده احنا الفئه الوحيده اللي بتتعامل مع بعض. ما ينفعش نتعامل مع بعض واحنا مش حابين بعض او احنا مش مترابطين. فالانتخابات وما شاهدته مصر الفتره الاخيره شافت ناس بتبقى ضد وناس واختلافات. احنا بعيدا قوايم سودا وقوايم بيضا لو تفتكر، احنا بعيدا هي لسه القوايم لا موجوده؟ لا 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 خلاص الفتره دي يعني احنا بعيدا عن السياسه. احنا مش عايزين نخلط العمل النقابي بالسياسه. السياسه لها ناسها. حضرتك بتقول احنا مش عايزين، لكن برضو دلوقتي اللي بيحصل انه خلاص السياسه بقت اهم شاغل كل الناس، فنان مش فنان، الكل بيتكلم. هناك فرق بين ان انا يعني ما انا بهتم بالرياضه، بتفرج على ماتش كوره وبشجع وبسقف، لكن خلاص ده دوري، لكن انا مش مدرب يعني. انما احنا فجاه كلنا تحولنا لسياسيين وتحولنا لمفكرين ومنظرين ونشطاء والى اخره. انا بقول علينا ان نعود الى قواعدنا سالمين كفنانين ونتفرغ لابداعنا
وداع السياسة للسياسيين. طيب خليني أعرف أدواتك لتحقيق ده، وبرضو نكمل البرنامج الانتخابي وإيه المشاكل اللي ممكن تقابلك عشان ما تحققش اللي أنت حضرتك عايز تعمله. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم ومع الفنان أشرف زكي. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية، بجدد تحياتي للفنان أشرف زكي المرشح على منصب نقيب المهن التمثيلية. وكنا بنتكلم قبل الفاصل ونستكمل بقى موضوع البرنامج الانتخابي الخاص بحضرتك، مين أكتر فئة بتستهدفها أو عايز تقدم خدمات ليها وتحسن من واقعها؟ بص، بلا شك أن كل النقابة يعني بالنسبة لي تعامل معاملة واحدة، بس إحنا اتكلمنا على بعض الشعب، في بعض الشعب ما اتكلمناش عنها. زي مثلا هكلمك على الإخراج الإذاعي والإذاعة وجمال الإذاعة، إن مخرجين الإذاعة النهاردة برضو التعامل معهم بشكل حكومي. الناس دي مبدعين، الناس دي بتسعد الناس. تركبي عربيتك بتشغلي الإذاعة، ما بتسأليش نفسك من وراء هذا. اللي وراء هذا إنتاج الدرامي في الإذاعة قل جدا. إحنا من حوالي 5 سنين كنا تقدمنا بطلب والحمد لله وفق عليه، اللي هو رفع أجور ممثلين إذاعة 3 أضعاف. يعني لأنها مش معقولة ب30 جنيه ممثل إذاعة، خليناها 90 جنيه أو 100 جنيه تقريبا. النهاردة الإنتاج الدرامي ما بقاش موجود، وبالتالي بقى فيه بطالة، لأن عندك مخرجين وما فيش إنتاج، عمالين يجيبوا أعمال قديمة بحجة إن ما فيش فلوس. ما ينفعش التعامل مع الحاجات القومية بالطريقة دي. الإذاعة ده في كتاب الأستاذ إيهاب الأزهري اسمه الناس على دين إذاعتهم. الإذاعة اللي شكلت وجدنا، الإذاعة من أبلى فضيلة. النهاردة الإنتاج الدرامي تمام. فأنا بقى ناشد وهنسعى بإذن الله لو ربنا أراد يعني أن يبقى فيه إنتاج درامي يليق بمصر وبالإذاعة المصرية. يبقى الناس دي تاخد حقوقها، الناس دي تاخد دورات تدريبية، الناس دي تطلع على أحدث الوسائل التكنولوجية. ومين تاني؟ عندي شعبة زي الديكور، مهندسين الديكور. النهاردة مهندسين الديكور بيشتغلوا بس في المسارح، حتى المسارح أحيانا بيجيبوا ناس ما لهمش علاقة بالنقابة. لا، إحنا بنلزم جميع أجهزة وزارة الثقافة بالاستعانة بمهندسين الديكور اللي موجودين في النقابة. 2، أنا عايز أعمل توأمة مع نقابة السينمائيين بفتح مجال تاني. النهاردة البرامج، مهندس الديكور اللي عامل البرنامج ده أو المسلسلات أو الأفلام، ان احنا في التوأمة، لان في مهندسين ديكور في نقابة السينمائيين، في التوأمة هيبقى في مساحة لان مهندس الديكور بتاعنا يشتغل في برامج ويشتغل في مسلسلات ويشتغل في افلام الى اخره. عندنا برضو الديكور محتاجين ان احنا نساعدهم في السفر في دورات او السفر في اي مناسبات دولية، محافل دولية، المشاركة في براغ في مثلا مؤتمر مهم الى اخره. الازياء نفس الكلام. عندنا شعبة زي شعبة النقد والتأليف المسرحي، الشعبة دي برضو أيضا مظلومة لأنها معدل ممارساتها مش قوي. إحنا كان عندنا مجلة اختفت أو يعني كتاب للنقابة. عندنا إزاي نعمل برضو توأمة مع نقابة الصحفيين ومع البرامج ومع الفضائيات، بأن الناس دي تشتغل في الإعداد وتشتغل في التأليف وتشتغل في التحرير، لأن الشعب دي كلها مش واخدة حقها. دي يعني ملامح. طيب سريعه، خليني اقول، انا طبعا انا سمعت اللي حضرتك بتقوله، لكن حضرتك كنت نقيب قبل كده، ليه ما عملتش الكلام ده؟ لا، عملت حاجات كتير، ما اقدرش ما اقولش ما عملت. انا كنت يعني، انما انا في شارع مش في محطه. يعني مش بقول انا عطشان فشربت. لا، انا هفضل ماشي، الشارع ما بيخلص. بنرفع يعني، رفعنا الاجور من 5 سنين. من 5 سنين الدنيا اتغيرت. يعني اللي كان من 5 سنين كويس دلوقتي ما بقاش كويس. الانتاج الدرامي اللي كان موجود قل وإلى آخره، إنما اجتهدنا حققنا 1 أو 2 أو 3، لكن الشارع مش هيخلص، ولا بعد 100 سنة الشارع هيخلص. ستظل مشاكلنا هي، ولكن إحنا بنقدر نعالج جوانب كتير منها. متخيل إيه اللي ممكن يبقى عائق قدامك؟ إيه المشكلة اللي هتمنع أنك تحقق اللي حضرتك بتتكلم فيه؟ طالما إحنا مؤمنين بربنا ومؤمنين بأن إحنا بنعملش حاجة غلط وبنعمل حاجة حقنا الرسمي، بإذن الله هنواجه أي حد. بقول لك الكلام ده يا فندم لأنه حضرتك عارف أنه عندنا كده حساسية، برنامج انتخابي أهو كلام جميل بيتقال كده علشان الناس تروح تصوت وتقول نعم لفلان الفلان. أستاذة لبنى، أنا ما بتعاملش مع النقابة لأنها برنامج انتخابي. أنا بقول لك أنا في النقابة من 25 سنة، الناس عارفاني وعارفة إن كنت صادق أو مش صادق.
وعارفه انا ممكن اعمل ايه او ما اعملش ايه. النهارده منظومه العلاج، النهارده منظومه التامين على الحياه، النهارده هل ينفع ان عضو النقابه بعد ما توفى نقول لاسرته مع السلامه؟ يعني الراجل وهو عايش بيعافر عشان يصرف على اهل بيته ومدخلهم في علاج النقابه والى اخره، بعد ما بيتوفى العضو النقابه بترفع ايديها عن اسرته. ازاي بقى حضرتك بتقول لي الكلام ده والناس بتسمع ارقام بالملايين بيتقاضاها كبار النجوم فيقول لك يعني ما هي في فلوس كتيره ولا هم النجوم وانصاف النجوم او حتى الكومبارس والناس يعني ما فيش ولا في علاج ولا شوفي اولا خليني اقول لك احنا نقابتنا طبعا ما فيهاش كومبارس، خلاص احنا نقابتنا فيها ممثلين او فنانين بشكل عام. احنا زينا زي اي مهنه، يعني في اطباء بياخدوا ملايين، في محامين بياخدوا ملايين الى اخره، انما دول كام واحد؟ دول كام واحد؟ بس الكام واحد دول ممكن يساعدوك. لا ممكن انا بقى طالب من النجوم ان هم يقوموا بدورهم، وانا مش قصدي بدورهم ان هم دورهم ان هم دول الواجهه بتاعتنا، دول اللي ممكن لو البرنامج اللي انا بقوله دوت لو كل واحد فيهم تبنى فكره منهم او اثنين او ثلاثه وقدر بما لديه من جماهيريه ومصداقيه وباور هنقدر نحقق حاجات كتير. فانا بقى طالب من النجوم ان هم بيقوموا بدورهم. يعني انا اذكر مثلا انا مره زمان حتى ما كنتش نقيب رحت للفنان عادل امام وقلت له يا استاذ عادل احنا النقابه، وقال لي بص انا مش عايز انشا، حدد لي مهام. فقلت له احنا عايزين نعمل حفله يخصص ايرادها لصالح صندوق الاعانات والمعاشات وعايزين راعي السبونسر. قال لي برضه ده انشا، قول لي كلم فلان عايز كذا. قلت له تمام، وفعلا كلمت جبت له رقم تليفون واحد من كبار رجال الاعمال وقلت له اكلمه احنا بنعمل حفله ومحتاجين نبقى راعي للحفله دي وعايزين منه مبلغ كذا. مسك التليفون وانا قاعد وما اعرفوش. قال له مساء الخير انا عادل امام عايز كذا. الراجل فعلا تاني يوم عايزين يا استاذ عادل نقابل رئيس الوزراء عندنا مشاكل في القوانين. قال لي تمام حدد ميعاد ورحنا فعلا. كان عندنا مشكله مع الضرائب لو انت فاكره من كام سنه وكانت الضرائب عملت معانا مشاكل كبيره. استاذ عادل كلم وزير الماليه ساعتها ورحنا وفد كانت فيه مدام يسرى ومنى زكي وقابلنا وزير الماليه وقعدنا وفتحنا صفحه جديده. يعني انا بقى طالب لو كل فنان قام بدوره مدام يسرى الحقيقه في ناس كتير. انت عندك مثلا فريق الاغاثه الدولي مدام دلال عبد العزيز رجاء الجداوي ميرفت امين ده انا مسميه فريق الاغاثه الدولي ومعاهم نهال عنبر. دول اي مستشفى اي مريض اي حد توفى فريق الاغاثه الدولي بينزل على طول ما بيستناش يعرفوا ما يعرفوش. لازم الجانب الانساني يكون موجود عند الفنان بلا شك. وناس كتير يعني انا يعني عايز اقول لك ناس كتيره جدا، فتحي عبد الوهاب ده، احمد السقا، كريم عبد العزيز، كل احمد عز. انما هم بيعملوا في صمت، ولكن اللي احنا بنقوله هو مشروع قومي ان احنا نتبنى افكار من دي. تخيلي معاشنا في النقابه 500 جنيه. انا لما مشيت من النقابه كنت سايبه حوالي 400 او 450 مش فاكر. النهارده بقى في حد ادنى، تخيلي الفنان ده بياخد بعد رحله عطاء 500 جنيه او 400 جنيه. انا بحلم بانه ب 1000 جنيه على نهايه الدوره، الدوره مين اللي بيساعد او بيدعم اشرف زكي؟ يعني وبرده حضرتك تقول لي القايمه بتاعتك فيها مين؟ بصي انا ما عنديش قايمه ورافض ان يتقال فلان او علان مع اشرف زكي. ليه؟ احنا اسره واحده، احنا مش 50000 و100000، احنا كلنا على بعض اللي يوم حق الانتخاب 2000 واحد كويس او 2000 وشويه. بس اكيد في اي انتخابات بيبقى في تربيطات بقى وحاجات. انا مش عامل قايمه وبعترف لك اهو على الهوا، مش احنا على الهوا؟ بعترف لك اهو على الهوا، انا مش عامل قايمه ومفيش حد يتحسب عليا. انا مش يعني لو عندي قايمه مش هخجل ان انا اقولها. في قضيه مهمه عايز اتكلم عنها من ضمن برنامجي، ودي قضيه اهم قضيه، وهي قضيه حق الاداء العلني. ويمكن حضرتك فاكره احنا كنا التقينا بالظبط، التقينا قبل كده وكنت قطعت شوط في اخر 2010 اول 2011، كان معايا محمود حميده ومدام ليلى علوي والمنتج محمد العدل، ورحنا الجامعه العربيه وعملنا مؤتمر كبير وبدانا نوصل لمفاتيح، لان مش معقوله قضيه حق الاداء العلني فنان يعمل اعمال ياخدوها المنتجين او الفضائيات تفضل تعيد فيها. لسه كانت مدام شيرين بتاعت المتزوجون طب كنا مع بعض في شغل بقول لها لو المتزوجون دي انت بتاخدي يعني الاعاده جنيه كان زمان حافظينها الله. فالنهارده انا بقول حق الاداء العلني للفنان هذا هو السبيل الوحيد لحفظ كرامه الفنان. الفنان بعد ما يوصل لدرجه معينه من السن او من العطاء عايز يريح فبيضطر ينزل لان عايز فلوس، لان معاش النقابه 400 جنيه او 500 جنيه، والفنانين الكبار القدام ما عملوش حاجه ما خدوش ملايين. فالنهارده انا بقول لو حق الاداء العلني ده موجود في الدستور الجديد، حق الاداء العلني تحقق صدقيني. طيب
أخيرا أنا عايزة كلمة من حضرتك، يعني وعد توعده مش بس للفنانين الحقيقة، لكل الشعب المصري، لأن إحنا طول عمرنا الفنان بالنسبة لنا يعني يعبر عن واقعنا، بنبقى بيمتعنا، يعني في ارتباط وثيق بيننا وبين الفنان والفن وحال الفن، على الرغم من الإنتاج الضخم اللي بتتكلم عنه، لكن بقت حاله يعني بعض الشيء ما احناش راضيين عنه. تقول أنا إيه؟ هوجه كلمة الأول لزملائي الفنانين، بقول لهم أنا يدي ممدودة بصفحة جديدة وبداية جديدة، وعايزين ربنا أنعم علينا بنعمة النسيان، ننسى أي خلافات وأي مشاكل ونحط إيدينا في إيد بعض من أجل الرقي بالنقابة والفن. بوعد الشعب المصري بأن احنا كفنانين نبقى عند حسن ظنهم، نقدم رسالة حقيقية، لأن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. احنا نقدم قيمة، نقدم حاجة تفيد بلدنا، عايزين فعلا نبقى احنا رقباء على أنفسنا، مش عايزين نعمل حاجة نخجل منها أو أبنائنا يخجلوا منها. فإحنا بنوعدهم بأن إحنا نبقى عند مستوى الثقة والأمانة كفنانين مصريين. وأنا برنامجي اللي قلته أنا ملتزم بيه، وهاتيني كده في يوم من الأيام وحاسبيني على بند بند. أكيد كله مكتوب ومسجل صوت وصورة. نتمنى لك التوفيق في هذه المهمة الخدمية بالأساس. شكرا جزيلا للفنان أشرف زكي، كل التوفيق لحضرتك. نشوف حضراتكم بعد الفاصل إن شاء الله، مستمرين. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. امبارح كنا بنتكلم عن انتخابات البرلمان ومشروع القانون الموحد، وهل الأحزاب جاهزة ولا لا لخوض العملية الانتخابية، في ظل طبعا اتهامات دايما بتوجه للأحزاب انها ليست بالقوة الكافية، ملهاش تواجد على الأرض، وحتى لو موجودة ساعات المعارضة من أجل المعارضة. لكن هل الأحزاب الموجودة حاليا عندها رؤية، أفكار بديلة للملفات والمشاكل بتعامل معها الدولة؟ من هذا المنطلق هنتكلم عن الخطوة اللي قام بيها حزب الوفد بتشكيل حكومة ظل أو حكومة موازية. ومبارح كان التكليف لدكتور صلاح حافظ بتشكيل هذه الحكومة في إطار استعدادات الحزب لخوض البرلمان. هو بيشرفنا النهاردة في الحياة اليوم عشان نعرف فكرة الحكومة دي، حكومة الظل، بتفكر في إيه الجديد اللي عندها، إزاي شايفة أداء الحكومة، وهي جاهزة بإيه. دايما بنقول الدستور بينص على التداول السلمي للسلطة، طيب أحزابنا جاهزة لده؟ ده اللي هنحاول نفهمه مع حضراتكم. وبرحب في البداية طبعا بدكتور صلاح. مساء الخير يا دكتور. شرف وألف مبروك. الله يبارك. الله يخليك. خلينا الأول يا دكتور مع الفكرة نفسها. فكرة حكومة الظل دي فكرة إحنا بنشوفها في الدول يعني الراسخة والعميقة في الديمقراطية، ويعني دايما بيبقى في أحزاب تانية جاهزة بأفكار جديدة ومبتكرة على الأرض. فلو حضرتك تكلمني على الفكرة من وجهة نظر حضرتك، وصحيح أنت حضرتك يعني هترأس هذه الحكومة، لكن قبل كده كان ليك برضو دور في الحكومة السابقة برضو للوفد. تمام. يعني هو الفكرة زي ما حضرتك قلتي في الأول، المعارضة وهي المفروض انها بتقيم اداء الحكومه، حكومه الاغلبيه اللي هي ما فيش حكومه اغلبيه دلوقتي، يعني احنا النهارده في مرحله انتقاليه. فالدور بتاع حكومه الظل او الحكومه الموازيه مش كامل في الحاله دي، انما الظروف اللي احنا فيها النهارده، في حكومه لرئيس منتخب متشكله من احزاب مختلفه بتؤدي دور صعب جدا في المرحلة الحالية، ويجب ان احنا نقف جنبها بالكامل، مش نعارضها او ننتقدها. الحكومة النهاردة حكومة اطفاء حرائق الموجودة النهاردة، وبتتعامل مع يعني في رأيي اشرس عدو بالنسبة لمصر، الدولة العميقة. الدولة العميقة دي تكونت من فترة طويلة، وزادت في الفترة الأخيرة بعد الثورات اللي حصلت. ففي دولة عميقة داخل أروقة جميع القطاعات، بحيث أنها بتشعل الحرائق وبتقاوم إطفاء الحرائق اللي موجودة عشان تفضل هي المسيطرة على الموقف. فالوفد في هذه الحالة بيقف تماما إلى جانب الحكومة، إنما فرصة أن الحكومة لها تاريخ دلوقتي، حكومة الموازية في الوفد، وبنفكر على أساس أن احنا نضيف قيمة للعمل العام في هذه المرحلة. القيمة الأولى بدأها الدكتور حسام علام الحقيقة ورئيس الحكومة السابق،
ان هو يدرس كل القوانين اللي بتنتجها بتطلعها الرئاسة في المرحلة الحالية لأن دي هتساعد المنتخبين من حزب الوفد وبالأحزاب الأخرى. هتناقش بعد كده في البرلمان بالضبط. ميدان الإقلاع أول حاجة هتناقش بها فدي هنكمل هذا المسار. المسار الآخر بقى اللي أنا مفكر فيه، إحنا عملنا كذا في كذا مرحلة الحكومات السابقة برنامج عمل حكومة، فأصبح النهاردة ملوش قيمة كبيرة غير أنه هو عمل مركز معلومات تمام وعارفين المشاكل، إنما المشاكل كانت بتتداول في الحكومات السابقة مش بطريقة موضوعية. الحكومة دي الهدف منها إن هي نعمل إسقاط نشوف شكل مصر والقطاعات المختلفة مثلا سنة 2030. الحكومة الحالية عملت مصر 2030 بس الطريقة الحقيقة أنا كنت مشترك فيها، إنما يعني عندي رأي آخر، إنما ما نقدرش إن إحنا نبدأ في إن إحنا نسبح في المياه إلا لو تخلصنا من الأثقال اللي بيجرنا إلى أسفل اللي هي تراكمت مع مرور السنين. يعني في مثلا مشكلة الدعم، مشكلة مجانية التعليم، مشكلة فوضى الشارع المصري، مشاكل المادية، مشكلة الفقر، الحاجات أساسية بينبع منها مشاكل كثيرة جدا وما نقدرش إن احنا نبدأ نتطور إلا لما نتخلص منها. فدي الحكومة الحالية دلوقتي بتقوم بيها، إنما الحكومة الوفد زي ما قلت الجزء الأولاني بالنسبة للقوانين، الجزء الثاني هيبقى نظرة مستقبلية إيه اللوجستيات في الدولة كلها نحب نشوفها سنة 2030. التعليم وخريطة التعليم وأماكن المدارس، يعني يمكن النهاردة أقول إن التعليم في مصر فكر مستدام، وأنا عندي مثلا في جزيرة زي جزيرة الزمالك في 20 مدرسة وكل الطلبة جايين من خارج الجزيرة وفيها 5 نوادي وفيها 3 كليات. الفوضى العارمة اللي مصر مرت بيها دي لازم ان يحصل فك اشتباك، بالطريقة دي هيكون السيستم كله يعني بيساعد ان التنمية الحقيقية تحصل في مصر. طيب احنا هناخد ملف ملف ونعرف حكومة الظل يعني هتتعامل ازاي مع الملفات دي، لكن لو بشكل عام بنتكلم على السياسة اللي ماشية بيها الدولة أو القرارات اللي بتاخدها الحكومة، هل حضراتكم هتحكموا كل قرار ولا هيكون في وجهة نظر بديلة؟ ولو في الحالة التانية هيبقى عندكم من الآليات أو المعلومات اللي على أساسها يتم اتخاذ القرار، لأنه إحنا يعني مش عارف اللي موجود عند الحكومة من أسباب تدعوها لاتخاذ قرار ما في ملف ما هيكون بالتبعية حاضر عند حضراتكم ولا دي هتسبب مشكلة؟ هي الحكومة يعني احنا منفصلين عن الحكومة الحالية اللي موجودة، انما الفكر بتاعنا ان احنا نشخص نمرة واحد المشكلة الحقيقية. احنا اللي قصادنا اعراض، انما الامراض نعمل اسقاطات نقدر نعرف، احنا عارفينها حافظين مشاكلنا والله مش بطريقة يعني مثلا في حاجات زي مثلا الموازنة العامة. الموازنة العامة انا كنت بشتغل في العمل العام لفترة طويلة، دايما فيها عجز في ميزان المدفوعات. صحيح. عجز في ميزان المدفوعات بيعالج بطريقة ليست مستدامة، فكنا مثلا في قطاع البترول أو في قطاع البيئة يطلب مننا أن احنا ننزل مصاريف بنود معينة علشان الحكومة ما تقدمش لمجلس الشعب أياميها اللي هو مجلس النواب القادم ميزانية ما فيهاش عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. فبيعملوا كل الآليات التخريبية مخربة على أساس إنها الحكومة تقدم ميزانية مقبولة علشان الثقة بتاعتها ما تسقطش في مجلس النواب. دي نتج عن العلاج ده، يعني غابة من العشوائيات والأباطرة بيصاروا في زي مثلا الصناديق لما جهة تطلب مثلا طبعا النظام المحاسبي الموحد ده برضو كارثة اخرى، لانك انا بعمل نظام محاسبي لكل الانشطة بجميع انواعها، فبيبقى فيها يعني مرونة للاختراق سهل جدا. فالحاجات دي كلها كانت كل ما بيحصل مشكلة
بتعالج بآليات. الآليات ديت غير معروفة في أي جهة محترمة. يعني الصناديق، عشوائية الصناديق مثلا، أو إيه بدل حضور الجلسات، الحاجات دي احنا بنتكلم على مليارات يعني. لا ومش عارفين رقم، بقول لك المعلومات شحيحة، بالتالي ما فيش رقم ماسكينه بإيدينا. فلازم المرتب، المرتبات بتدفع. يعني عايزة واحد متخصص في قراءة القائمة بتاعت الخصومات والإضافات بتاعت حاجة يعني معقدة جدا جدا. فدي آليات أدخلت على النظام، فأصبح التشريعات في تزايد فيها كبير جدا. يعني أقول لحضرتك مثل في الاتحاد الأوروبي لما اتكون، مارجريت تاتشر جات قالت أنا ما أقدرش إن أنا أخش مثلا في مجال الطاقة وأخذ النظام اللي موجود في البلد دي والبلد دي والبلد دي وحطه في نظام واحد، إلا لما أعمل حاجة إن أنا أطلع كل حاجة من التشريعات القائمة اللي ما بتؤديش الهدف الأساسي من الطاقة. الطاقة عبارة عن إيه؟ إن أنا أدي الطاقة بالتنوع المطلوب. طب ممكن هنا أوقف حضرتك وأدي بس لسادة المشاهدين يعني نبذة أو برضو دلالة الاختيار. دكتور صلاح، الخلفية أو الخبرة الخاصة بي كلها متعلقة بالبيئة والطاقة ومشاكل الطاقة، فمن هنا ممكن يكون دلالة الاختيار، لأنه ده أهم مشكلة إحنا بنعاني منها في مصر في الوقت الحالي. طيب هنا يا دكتور صلاح، يعني طبعا تكمل لي فكرتك، وبرضو أسمع حكومة الظل شايفة زي مثلا زيارة الرئيس النهاردة لألمانيا من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية، وموضوع طبعا الاتفاقيات مع شركة سيمنز لإنشاء 3 محطات طاقة كبرى. هي طبعا السياسة الخارجية والتحركات الماكوكية للخارج والتحضير للزيارات، يعني احنا شايفينها انها بتقام على احسن ما يكون الحقيقه يعني. وبالذات زياره في المانيا في هذا التوقيت، طبعا المانيا بحكم انها اقوى بلد تكنولوجيا واقوى بلد في الاتحاد الاوروبي، فهي المتحكمه في الاتحاد الاوروبي اللي احنا محتاجين له، محتاجين الى اي جهه ممكن انها تساعدنا. حضرتك مش مع اللي كانوا بيقللوا من اهميه هذه الزياره او بينصحوا الرئيس انه ما يروحش؟ لا اطلاقا. اطلاقا لا. يعني كل السياسة الخارجية أنا بأيدها تماما، والحزب بأيدها، وشايف أنها مشيت خطى سريعة جدا في تحسين صورة مصر بطريقة. تابعت المؤتمر الصحفي النهاردة للرئيس؟ تابعته. إيه رأي حضرتك؟ هل الرئيس وفق؟ هل قدرنا نشرح وجهة النظر المصرية تجاه طبعا الانتقادات اللي كانت بتوجه لنا مؤخرا؟ هي المشكلة في المؤتمرات دي إن هم بيثيروا موضوعات أدخلت على الساحة العالمية علشان يتحكموا في الدول النامية، زي مثلا موضوع حقوق الإنسان والحريات. حقوق الإنسان، أنا كنت بشتغل في البيئة وتفاوضت في كل الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة، وكانوا لو عايزين يوقفوا أي حاجة يطلبوا يعني يدخلوا حاجات زي كده، حقوق الإنسان، وهم أكثر ناس بيخرقوا حقوق الإنسان. بيتكلموا على الإعدام، وألمانيا أكثر بلد بعد محاكمات نورنبرج عملوها بعد الحرب، وإحنا يعني ياريت إن إحنا مش مستوى بتاعهم أياميها، إحنا إنما عايزين يدخلونا في العولمة بصورة لازم إن إحنا نتعامل معها بي 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 يعني بحذر. فهم طبعا تهاجم على أساس حكم الإعدام، هو الرئيس قال إن دي حكم غيابي، والغيابي ده أول ما يظهر يحضر المحكمة بيلغى الحكم، بتعاد الإجراءات من أول وجديد، بتعاد الإجراءات من أول وجديد. طبعا الكلام دوت هم مش يعني مش مقتنعين بيه، إنما دي حاجة كانت متوقعة إنها تصار، والردود بتاعتها مطلوبة، ودي زيادة مصرية وبتخفف حدتها مع الوقت. إنما هم بلا شك يعني بيحطوا العقدة في المنشار باستمرار علشان يملوا شروطهم علينا، وإحنا نضطر إن إحنا نقبلها. طيب هل الحكومة الحالية، حكومة المهندس إبراهيم محلب، عارفة تتعامل في مشكلة الطاقة؟ يعني المشروعات، المحطات، تقدير حضرتك أو تقييمك للشغل اللي عملوه؟ والله المؤتمر اللي اتعمل في شرم الشيخ ومشروعات الطاقة والفكر، هم عارفين تماما المشكلة، حجم المشكلة وعلاج المشكلة. الموارد مش كلها متاحة دلوقتي، مثلا إدخال الفحم
يعني بالرغم من أنا رجل بيئة ورجل طاقة في نفس الوقت، فإنما كنت بأيد، لأن الفحم هو طاقة الرجل الفقير زي ما بيسموه. والتكنولوجيات بتاعته تقدمت تقدم بما فيه الكفاية، بحيث إنها ممكن إن إحنا يعني نخلي الضرر من الفحم أقل ما يمكن، بحيث إنه ما دام هيحل مشكلة طاقة عويصة بنعاني منها. عموما المشكلة في الطاقة إن البنية التحتية مهلهلة وبيحصل هجوم عليها، وأبراج بتفجر وبتخلي المشكلة بتتفاقم. فهم الحقيقة بيحاربوا على جبهتين، يعني جبهة الإرهاب وجبهة عدم حرفية العمل في محطات الكهرباء. يعني الفاقد في النظام ككل سواء شبكات أو محطات الكهرباء عالي جدا جدا، زي برضو الفاقد في معامل التكرير في قطاع البترول بالنسبة للطاقة الأولية أصبح بالي وأصبح مستواها. في فاقد في النظام، هم بيعملوا دلوقتي على الترشيد والتعامل مع الفاقد نمرة واحد، وبعدين يكبروا الشبكة ويكبروا المحطات بالاتفاقات بتاعت سيمنز والاتفاقات بتاعت الطاقة المتجددة في الفترة. فهم ماشيين عارفين المشكلة بيحددوها ويتحركوا، إنما لسه ما زالوا عكس الطيار، لأن في مقاومة كبيرة من الدولة العميقة ومن الظروف الأمن بتاعت الدولة. تمام. طيب أرجع لفكرة حكومة الظل وإعادة إحيائها من جديد من قبل حزب الوفد. لو تكلمني على تشكيل الحكومة، أعضائها هيكونوا عددهم قد إيه؟ يعني هل هيبقى بنفس العدد اللي موجود في الحكومة الحالية؟ لأن في اتجاه لك مثلا دلوقتي عندنا 34 وزير بتهيألي كده يعني، وفي البعض يقول لك العدد الكم ده كبير قوي، يعني بالعكس كل ما الدولة بترتقي بتقلل من عدد الوزراء. لا، هو الحقيقة هيبقى في مستشارين، إنما عدد الوزراء تبقى أقل. في وزارات سيادية طبعا مش هنتطرق ليها خالص، لأن مش دور الحكومة الموازية إنها، إنما في مثلا حاجات هتبقى مسميات مختلفة. يعني أنا شايف مثلا من أهم حاجة موجودة اللوجستيات. اللوجستيات هي حركة البضاعة وحركة كل ما يستخدم في المجتمع في الداخل. لازم تبقى منظومة كاملة متكاملة، ودي أكتر حاجة يعني هنهتم بيها. إن إحنا مثلا على سنة في عندنا نقل نهري، في عندنا سكة حديد، في عندنا ما عندناش مخازن خالص، ما عندناش مناطق للمناولة، المواني بتاعتنا مش كلها يعني ناضجة بالنضوج الكافي. فاللوجستيات ديت هي بمنتهى البساطة زي الطاقة، إن أنا لو عايز حاجة معينة أحصل عليها يبقى هلاقيها في أقرب مكان بأرخص سعر بدون أي مجهود، عشان أقدر إن أنا أهتم بباقي مناحي الحياة الواحد محتاج لها. فاللوجستيات هي يعني من أهم حاجة اتعملت قناة السويس. في ناس بتهاجم يقول لك بيسموها قناة السويس وهي قناة إيه، ده فرع. لا، أنا بمثلها بحاجة بقول إن طريق مصر اسكندرية كان زمان النقطة الرابعة، كان بيمشي في الصحراء وفي الريست هاوس وبعدين يخش اسكندرية على الملاحات. النهاردة الطريق بأربع حارات رايح وأربع حارات جاي، ومستشفيات اليوم الواحد ومطاعم وفنادق صغيرة وزراعات وبتاع، ما أصبحش طريق يتقال عليه طريق. لا، ده نظام لوجستي كامل متكامل. قناة السويس هتحول لكده. وأخطر حاجة في قناة السويس اللي أنا يعني أعلم عنها وفي الكثيرين ما يعرفوش الموضوع ده، ان المناحي البيئيه وتغير المناخ، القطب الشمالي هيحصل ذوبان للجليد. الجليد في القطب الشمالي عايم مش على يابسه، فلما هيذوب هيدي هيعمل طريق من الشرق للغرب، هيبقى تلت الطريق اللي عن طريق قناه السويس. فقناه السويس دورها يعني هيتقلص الى حد كبير، لأن تغير المناخ وزيادة درجة الحرارة ده شيء حتمي، يعني ما أصبح النهاردة مش مفيش أي شك فيه. فده لو حصل قناة السويس في برضو غرق للدلتا، أجزاء من الدلتا مش كده؟ غرق ارتفاع سطح البحر. هو ارتفاع سطح البحر بيتكلموا عليه نتيجة لزيادة درجة الحرارة، إذا كانت من 1 إلى 3 درجات، فالكتلة المائية في العالم كله هتتمدد. فدي اللي هترفع، مش ذوبان الجليد. ذوبان الجليد لغايه دلوقتي اللي هو الجليد اللي عايم في المياه، مش من عليها بس.
فده فعلا يزيد من نص متر الى متر. النص متر دوت اذا حدث فهنضطر نهجر 3 مليون واحد من الدلتا، ولازم دي ناخدها في الاعتبار لان دي ممكن تحصل يعني بالتدريج، مش هتحصل في يوم وليله. ولو متر تبقى عمليه اخطر. شايف ان حكوماتنا، مش بس الحكومه دي، كل الحكومات اللي فاتت يعني ما بتتعاملش مع الخطر ده، او حتى ما بتعترفش بوجوده، ما مش عامله حسابها. هو ده بالظبط اللي انا بقوله، ان انا عايز اشوف مصر سنه 2030 توزيع السكان هيبقى شكلهم ايه، اللوجستيات هتبقى شكلها ايه. اهم حاجه توزيع السكان، يعني مش معقوله ان الدلتا دي من اكثر اماكن في العالم كثافه سكانيه، وبعدين الارض الزراعيه بتتاكل، لازم اطلع بره، انا عايش على 6% من مصر. طبعا في اعاده ترسيم المحافظات، الكلام ده كله اهم حاجه، اللي هي استخدام خطه استخدام الاراضي. دي الحاجة اللي هي اتعملت، أنا شفتها لما كنت رئيس جهاز البيئة، واتعملت بطريقة يعني سيئة جدا الحقيقة. وبعدين ما زالت برضو المفروض أنها تتعمل في بعض الخرائط. يعني أنا المنتج بتاع الحكومة دي أن احنا هنطلع بعض الدراسات، وهنطلب من مجلس النواب القادم أن هو يعرضها، ياخد موافقة عليها في مجلس الشعب، ولا تغير، ولازم كل حكومة تلتزم بيه. سياسة ثابتة. سياسة ثابتة، يعني الـ خطة استخدام الأراضي في دول كثيرة محدش له الحق إنه يغيرها خالص إلا كل 50 سنة. تمام. ولازم ثلاث أرباع تلتين المجلس. طيب، عايز أرجع حضرتك للفكرة بقى اللي كنت بتقولها بخصوص قناة السويس الجديدة. التغير المناخي أثاره السلبية لسه قايلينها، لكن إيه الإيجابي على القناة؟ الإيجابي إنها أصبحت مركز لوجستي، ما أصبحتش ممر مائي. انها دي مركز فيها صناعات، فالصناعات لو اتعملت صناعات ممكن احنا نطلع غرب شرق جنوبا او شمالا او غربا عن طريق المكان ده، فيبقى مركز لوجستي مش ممر مائي. فالممر المائي ده فيه خطوره، مركز لوجستي وصناعات وصيانات والى اخره، وزراعه وترفيه ومدارس ومجتمعات وانفاق من تحت قناه السويس، دي هتعمل حاجه تانية ليس لها علاقه بقناه السويس كممر مائي، انها مركز لوجستي كامل متكامل. طيب، هنستكمل الملفات اللي هتبقى شغاله عليها حكومه الظل، ورؤيه الشغل اللي بتقوم بيه الحكومه الحاليه. ايه اكتر حاجه حضرتك شايف ان الحكومه دي شغاله فيها كويس، وايه الحاجات اللي شويه يعني فيها سلبيات او مشاكل؟ يعني انا بقول الحكومه دي اطفاء حرائق. يعني مثلا العماله المؤقته بتعمل مشاكل يتعاملوا معاها باليات برضو مش هي الاليات المستدامه، انما بيتعامل معاها بيعملوا يعني موائمات معينه. مشكله الكهرباء بيعملوا اطفاءات بطريقه معينه يحلوا المشاكل، انما ما بيحلوش المشاكل الاساسيه. وانا شايف ان هم ما عندهمش وقت الا لو مثلا حكومه زي الحكومه اللي انا بنتكلم عليها دلوقتي انها تساعدهم تعمل اسقاطه جديده، بحيث انها تبقى تمهيد لمجلس النواب. عظيم قوي تساعدهم دي، عشان انا كنت هسال حضرتك على كده، لانه في كل مره بنشكل فيها حكومه بناخد وقت طويل وبيتقال لنا اصل احنا مش لاقيين، اصل بندور، فيبقى عندنا كفاءات او عندنا ناس احنا مجربينهم او شايفين شغلهم، انه يبقى في فكره زي اللي حضرتك موجود فيها دلوقتي، يبقى في ما احناش اعداء، يعني يبقى في تنسيق، في تكامل، اخد من الافكار، ابقى عارف ان في صف تاني موجود لو احتاجته هصعده. تمام. هي ما دام مش حكومه اغلبيه يبقى احنا الحكومه الموازيه هنساعدها. انما اول ما تبقى حكومه اغلبيه على طول بقى، لان طبعا حزب الوفد عايز ان هو ياخد الاغلبيه في وقت من الاوقات، فهنبتدي ننتقد الحكومه. بس مش هتبخلوا بيهم عليهم بالافكار يعني لو دلوقتي؟ لا دلوقتي خالص، لكن بعدين. لا بعدين هتبقى يعني بس هيبقى اهلي وزمالك. بس شايف الوضع الحالي و حال الأحزاب واللي موجودة على الأرض من معطيات، يقول إن البرلمان اللي جاي هيكون فيه أغلبية؟ دي طبعا المشكلة اللي ما صعب جدا الواحد يتوقعها. لأن الأمور وطريقة الترشيح والقوائم المطلقة والفردي والمستقل والحاجات دي، يعني أنا سمعت الآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار،
وناس كلهم محنكين في السياسة يعني. إنما التوقعات بتاعتها صعب جدا، وبما أني أن أنا مش متبحر في السياسة فمجرد أن أنا بسمع لل عشان كده بقى اللي بيتكلم أنه خلاص تقريبا يعني لا بديل، هيبقى عندنا حكومة ائتلافية. هنا بتكلم على سياسيين يا دكتور، ولا من الأفضل أنه لا والله فنيين كل في ملفه، واللي فاهم حاجة واللي ليه خبرة يعني يكون موجود وحاضر في المشهد؟ هو لا مناص من أن احنا نكمل بحكومة تكنوقراط، إنما نظرتنا سنة 2030 أنها تكون الحكومات سياسية بالكامل. يعني واحد ممكن يبقى وزير داخلية وتاني يوم يبقى وزير صحة. وزير سياسي أفضل ولا وزير فني أو تكنوقراط؟ لا أنا رأيي أن وزير سياسي أفضل. ليه بقى؟ لأن الوزير التكنوقراطي أو المحافظ بيعتقد أنه هو يتحط في هذا المكان لأنه أكثر واحد بيفهم. وأول ما ياخد يبقى متصور أنه أكثر واحد بيفهم خلاص، يبقى يتدخل في التفاصيل وديت مدمرة. فأنا لازم بقى شايف أن الوكيل الدائم زي زمان يبقى هو عارف الموضوع من ناحية الفنية والإدارية إلى آخره، إنما الوزير يجب أن يكون سياسي. الدولة العميقة تجيب حكومة تشيل حكومة، وزراء مش وزراء، اللي تحت دول يا إما يمشوا لك كل حاجة يا إما يعطلوا لك المراكب السير. موضوع الفساد والإصلاح الإداري إزاي حضرتك شايف الملف ده؟ شايفه برضو بفكر الفكر الجديد بتاع الحكومة الموازية، إن 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 إحنا لما أعمل إسقاطة على 2030 عايز مصر أشوفها في جميع المجالات إزاي، وتودع في مجلس النواب والحكومات تحافظ إنها تنفذها، ديت هتعمل ضربة استباقية للدولة العميقة. لأنها هتبقى نظام ماشي، والوزير هيتحاسب على تنفيذ الجزء في الفترة اللي هو فيها من الخطة، ويعاد طبعا تقييم الخطة باستمرار يعني. فدي من ناحية. الناحية الثانية الدولة العميقة أنا شايف إنها أخطر من الإرهاب اللي إحنا بنعاني منه، لأن أنا بتعامل مع الدولة العميقة. الدولة العميقة هي الماشية كل حاجة. ويعني مثلا قالوا المرتبات أقصى وأدنى مرتبات، الحد الأقصى ولا الحد الأقصى والحد الأدنى، طبعا الحق الأدنى اتطبق، الحق الحد الأقصى مش عارفين يطبقوه. يعني دي كانت حاولوا المحاولات، إنما اللي أنا بقوله إن هي المشكلة في الدولة العميقة إن النظام التشريعات فيه متزايدة جدا. يعني مثلا قانون المرور لما يقولك نغلص العقوبات، إزاي تغلص العقوبات وإنت أساسا ما عندكش نظام مروري، ما عندكش إشارات وعلامات، الحاجات اللي موجودة في الشوارع يعني عددها لا مش أقل من 5% مما يجب أن تكون عليه. فأنا بغلص العقوبات يبقى السيستم يخترق أكتر، الرشاوي هتزيد. إنما لو أعمل سيستم بعقوبات مناسبة، إنما النظام يساعد على التنفيذ، يعني في آليات لمساعدة على التنفيذ، هيبقى دي بتخلص من الدولة العميقة بالتدريج. فالتخلص من الدولة العميقة إن أنا أغير أطلع بره الصندوق، وإن أنا أبتدي أنزل التشريعات إلى أقل حاجة ممكنة، وتغليظ العقوبات دي مش هي الحل. كل حاجة نغلص اللي يمشي في عكس الشارع يتسجن 3 أشهر، وفي الوقت نفسه ما فيش إشارة بتقول إن الشارع دوت اتجاه واحد. فالحاجات دي الفوضى الشديدة دي خلقت الدولة العميقة. الدولة العميقة على طويل على مدى الطويل تخطيط مناسب مظبوط حرفي على المدى الطويل والمدى القصير. يعني أنا ممكن أقترح أن يبقى فيه حكومتين، حكومة لإطفاء الحرائق وحكومة لتنفيذ الأمور دي بعد ما نتخلص سياسة المدى، تبقى حكومتين. وعندنا من كل في كل وزارة عدد يكفي من الناس أن احنا نحكم حكومتين وثلاثة، والكل يبقى بيشتغل مش زي بمناسبة الكل بيشتغل. حضرتك لما ضربت لي مثال بالحد الأقصى، أنا هنا بتكلم على كبار الموظفين، لكن صغار الموظفين بقى والجهاز الإداري للدولة 6.5 مليون موظف. وبرضو أنا عايز أعرف حكومة الظل وحضرتك بتفكر إزاي في الموضوع ده، لأنه أحتفظ بيهم ودي بيوت مفتوحة، ولا الموظفين ما بيشتغلوش وفي ناس بتاخد فلوسها كده مسلم بيها وخلاص، فأنا إزاي أعيد توظيفهم أو الاستفادة منهم؟ هي المشكلة في الحتة ديت سياسية أكتر من أنها
انما اقول رايي خارج الصندوق. اتفضل. انما مش شرط يعني ان هو هيبقى انا رايي ان لو نص الناس اللي بيشتغلوا يقعدوا في بيوتهم وياخدوا مرتبهم بالكامل بالكامل. الناس يختاروا على اساس ان هم الناس اللي معروف عنهم الفساد التواء جزء من الدولة العميقة يقعدوا في بيوتهم ياخدوا مرتبهم بالكامل هيوفروا مواصلات ويوفروا مواصلات ويدوا لهم حاجات يشتغلوها من البيت دراسات الى اخره وياخدوا مرتبهم بالكامل والجزء النص الثاني هو اللي يقوم بالعملية يبقى احنا حلينا جزء كبير قوي من مشكلة الدولة العميقة والمواصلات والأمور. والله احنا فعلا عايزين افكار جريئة كده وبره الصندوق يعني. طيب حضرتك قلت لي يا دكتور انه الدولة العميقة اخطر علينا من الارهاب، خلينا نتكلم على الارهاب وجماعة الاخوان. وبرضو لما قرينا كده عن حضرتك عرفت انك ليك برضو خلفية في عملية التفاوض لاستعادة طابة. صح ده العدو الخارجي، لكن ده برضو عدو داخلي مننا وعايش بينا. من حين وآخر كده بنسمع أصوات تقول لك مصالحة، أو والله أجلوا حكومة تطبيق الإعدام على اللي اتحكم عليهم بالإعدام. شايف إزاي موضوع الإخوان وأعمل معهم إيه؟ والله هي الدولة العميقة طبعا أساسها حاليا الإخوان، يعني هم منتشرين في كل مجالات، في مجالات الطاقة ومجالات المياه والحاجات دي اللي هي بتيجي على الوتر الحساس دي، في تحكم كبير من الإخوان. أنا من حيث المبدأ أي تصالح أي موائمة يعني أقبلها بثقافتي وفكري يعني. نتفاوض معاهم؟ لا أنا بس أنا فقدت الأمل الحقيقة للفترة اللي فاتت، لأن دول بيحاولوا من سنة 28 ووصلوا الى اكبر مرحله. لا هم ليهم خلفيه مع الوفد كمان جامده جدا يعني، وليهم خلفيه مع الوفد. فانا مش متصور ان هم التصالح هيؤدي الى اي شيء. التصالح عباره عن راقدين في الذره وهيصاروا مره اخرى. بس انا بقول الكلام دوت واتمنى ان هم يعقلوا يعني ان مستقبلهم انتهى. بس دي صعبة جدا جدا بالفكر بتاعهم والمقاومة بتاعتهم وفكرهم الإرهابي، يعني هو أساسا الشعار بتاعهم يعني الشهادة أو الموت في سبيل الله. الوضع الأمني شايفه إزاي بشكل عام يا دكتور؟ هل إحنا يعني في إنجاز في شيء اتغير؟ أنا الحقيقة مش عندكم وزارة الداخلية في حكومة الظل بقى؟ لا يعني هو كان في وقت من الاوقات، حاليا مفيش. ومن ناحيه الجهات السياديه مجرد ان احنا بنتابع فقط، انما التفاصيل ليست متاحه لينا. طيب انما شايف طبعا ان في تحسن في يعني كل واحد عايش بيجي القاهره او عايش في القاهره بلا شك حاسس يعني. في وقت من الاوقات كان يوم الجمعه كنا محدش يقدر ينزل الشارع، دلوقتي بقت الأمور بتتحسن بلا شك يعني إلى أفضل. والكلام اللي احنا بنسمعه أقل بكتير مما ما كنا عليه. فمن حيث المبدأ أن في تحسن. سينا طبعا معلومات عنها. طبيعي. لكن لو فضلت مع الملف الداخلي والحاجات بقى المتصلة بيوميات المواطن المصري والخدمات المقدمة ليه من صحة تعليم تموين الكلام ده كله، حضرتك قررت أكتر مرة في كلامك يا فندم رؤية على المدى البعيد 20-30، لكن المواطن عايز يحس أن بكرة أحسن على طول. شايف الوضع إزاي؟ وهل أقدر أن أنا أقول للناس استنوا شوية الخير جاي قدام، ولا دلوقتي أشوف المردود بسرعة؟ هو في فكر يعني انا اتقدم به في الموضوع ده، ان النتيجه لتقاعس الدوله لاشياء كثيره نتج زي الاواني المستطرقه في جهات ليها ميزات، ما فيش عدل اجتماعي، ما فيش بين القطاعات وبعضيها وبين الشركات في نفس القطاعات وبعضيها، وكله بيتبارى في ان هم يريحوا العامل وبيعملوا برضه باليات. يعني مثلا في شركات بترول بتطلع
50 برميل في اليوم، وده تافه، والعاملين بيتمتعوا بمصايف ومشاتي وتوصيل الى المنازل وكذا وكذا. فكل قطاع له مستشفى، كل قطاع له اسطول توصيل. الحاجات دي كلها علشان يحصل عدل اجتماعي لازم انها تخش بطاقه واحده وتخدم ال جميع القطاعات. فدي لان الفاقد في النظام دوت كبير. اخيرا الحزب مستعد ازاي بقى للانتخابات؟ يستعد من دلوقتي ولا منتظرين القانون يخرج للنور؟ لا طبعا الاستعداد بدا بالفعل، يعني بدا بالفعل نعتبر بتشكيل الحكومه دي ان انتوا بتقولوا احنا موجودين بنستعد بمشروع بديل. الحكومه دي هيبقى دورها، دور من ادوارها ان هي تساعد المرشحين في، وهننزل المواقع وهننزل الدوائر المختلفه ونساعد المرشح الوفدي في ان احنا نعرف الناس بالفكر الجديد اللي احنا داخلين بيه. لان هي في الاخر الحزب ده يعني الاحزاب، اغلب الاحزاب ما لهاش قوام، يعني احنا عشنا في ظروف فما فيش قوام للقوام. فالحكومه الجديده دي عايزه تعمل قوام للحزب وفكر جديد للحزب وحلول غير تقليديه بره الصندوق، بحيث انها توصل للناخبين بطريقه اوقع. و يعني نتمنى لحضراتكم كل التوفيق واي جهد تشكروا عليه، لانه يصب في النهايه لصالح المواطن المصري. نرحب دايما باي افكار جديده تتعامل مع المشاكل اليوميه اللي بنعاني منها. شكرا جزيلا دكتور صلاح حافظ رئيس حكومه الظل الوفديه، شكرا لحضرتك، شكرا على تشريفك لينا يا فندم. بشكر حضراتكم، بكره باذن الله يا رب يوم جديد في الحياه. اليوم نشوفكم على كل خير ان شاء الله.